بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان هذا الحضور، ويغلب عليه أيضا هذا الطابع الحضور الصغار. أنا خبرت أخ المؤمن هذا الأمر يثلج القلب، أن أولادنا الصغار بكل أدب وبكل أريحية يجون المأتم ويسمعون الكلمة، ولكن قلت للأخ المؤمن يا حبذا أعطيتني إشعار حتى تكون الكلمة ما أمكن أيضا تتناسب ووضع الصغار، لكن أسأل الله أن يكون أيضا يكون هؤلاء الصغار قادرين على أن يستوعب ما أقول. تقدرون إن شاء الله يا أولادي. مطمئنون بأننا إذا استغثنا وإذا استشفعنا بفاطمة سلام الله عليها، فاطمة تسمع استغاثتنا وترى مكاننا وترد على سلامنا وتحيتنا: السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء. وليس ما أذكره صفصفة كلام، هو واقع. من يحمل العقيدة والاعتقاد الحق عندما يتوجه إليهم السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي وترد سلامي، لا، هذا اعتقاد حق. من غزته الأفكار، بعضهم قال وين كيف شلون، ما علي من هذا، يحتاج إلى حديث مستقل. نقول له حبيبي أنت طوفتك هابطة، أنت ذهنيتك هابطة، أنت اعتقادك هابط، وتحتاج، مو معناته بأن إيش أن نعرض بوجهنا عنك، لكن نقول حبيبي أنت تحتاج لأن تقوي من اعتقادك. فاطمة وما أدراك ما فاطمة، هاي الليلة شوية بنعرج لأن نرى فاطمة معنا أم لا، لو يانا. أو تعلم من هي فاطمة؟ مو احنا نجي احتفالها، نجي هي المناسبة العظيمة. أتعرف من هي فاطمة؟ تسابق الرجال لأن يصاهروا من النبي. كل واحد يقول زوجني ابنتك، زوجني ابنتك. تسابق الرجال ممن يعتقد المسلمون أنهم كبار، جاءوا زوجنا.
شنو كان كلام الرسول إن هو إلا وحي يوحى؟ وش كان رده؟ فوضت أمرها إلى ربها، مو مني أنا، مو أنا اللي أعطي القرار. يعني من فاطمة؟ تتصور جايين يأتي الأمر من الله، يعني وش؟ يعني مو موافق عليكم. فوضت أمرها إلى ربها فيأتي من؟ جبرائيل الروح القدس أعظم ملاك. هذا يجي رسول، هو اللي جايب الخبر، هو اللي جايب النبأ. تتصور من هي هذه الشخصية؟ هو جايب النبأ. جاء جبرائيل، شنو هو؟ يا محمد اسمع نداء، إن الله جل جلاله يقول لو لم أخلق عليا. يا الله، شوف الشخصية الثانية، لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كف على وجه الأرض. من متى؟ من آدم إلى آخر الحياة. يعني من هو هذه؟ نبغى بعد نعرف أزيد. اي نعم، فيأتي، جاء النداء، شوف الخبر جاي من الله، زوجها من علي. فيأتي النبي، يا علي جاء أمر الله أن أزوجك بابنتي، أنت مقبول، أنت الكفء. عجيب فاطمة. أقول لك بعد، تبغى تحصل خبر يا رسول الله قوي عن ابنتك من هذا؟ هاي كلها إلينا رسائل نتعلق بها، وش قد الأثر فيما إذا تعلقنا واعتقدنا أنها حاضرة. شنو معنى الحضور؟ بنفهم بعد. أعطني بعد خبر، شنو جاي الخبر؟ تدري وش الخبر؟ إي وش الخبر؟ يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك، كل هذا اللي خلقته لأنك أنت، ولولا علي ما خلقتك أنت، ولولا فاطمة ما خلقتكما. أي عظمة! اتأمل بعد. أمها خديجة تقول أني لما حملت بها لما حملت بفاطمة كانت تحدثني وهي في بطني. شنو هاي؟ كانت تحدثني وهي في بطني، وش هاي الشخصية؟ بعد تبين، أبين شوية العظمة. إي نعم، كلمة قرة عيني. الرسول يقول أقول لكم، إي نعم، فاطمة رأيتها تبكي فقلت يا فاطمة ما يبكيك يا قرة عيني؟ قرة عيني شنو يعني؟ بنطالع المعجم اللغوي، يعني قرة عيني يعني إذا نظرت إليها. ما يقول قرة عيني الصلاة، يعني إذا صرت في الصلاة ما أحب، لا بعد، خلاص خلاص أتعلق فلا أشعر بشيء ولا أتوجه إلى شيء، ولا خلاص تغنيني الصلاة عن كل شيء. فيقولون قرة عيني يعني إذا نظرت إلى فاطمة صار قلبي مسرور مرتاح، بحيث أن ما أطيق بعد، خلاص خلاص أستكفي بفاطمة عن كل شيء.
هاي فاطمة، من الرسول؟ الرسول بعد أجيب لك كلمة تعد بعض الأعاظم تحيروا فيها. شنو الكلمة اللي بعض الأعاظم تحيروا فيها؟ قالوا لو خلينا وهذه الكلمة جدا عظيمة ولا يمكن أن نبلغ مداها، يعني وش حقيقة ما نقدر قطعا، عقول الكمل تعجز. شلون فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، وهي قلبي وهي روحي التي بين جنبي. هي كلمة خلل، بضعة. بضعة يا رسول الله شنو؟ إذا كان وياي واحد يمشي على يميني وأقوم أأشر أقول لهم شوفوا هذا ذراع اليمين، هذا الشخص يعني إيش؟ يعني هل شايلني هذا ذراعي، فأنا جبت الذراع قطع مني حتى إيش؟ أعطي تمثيل. يا رسول الله أنت تعطي تمثيل؟ لا أنا ما أعطي تمثيل، أنا أعطي حقيقة. شنو حقيقة؟ فاطمة بضعة مني، قطعة مني، وين موقعها؟ هي دراعك؟ هي راسك؟ لا، فاطمة مو دراعه. شنو فاطمة؟ فاطمة هي روحي التي بين جنبي. لا، العقل يتحير. شلون تعرف شنو الروح؟ لا الروح ما أعرف شنو هي الروح. ليش؟ لأن الله قال في القرآن قل الروح إيش من أمر ربي. هاي حقيقتها ما يعرفها لمن؟ الله. ويسألونك عن الروح، وإيش هاي الروح يا ربي؟ ليش؟ لأن أنت قلت يا ربي ونفخت فيه من روحي، يعني شيء عظيم منك جاي، نبغى نعرف وإيش هي حقيقة الروح، تقول ما لكم دخل، شيء عظيم ولن تستوعب عقولكم عن معرفة الروح. بالتالي يقول ترى فاطمة هذه روحي. أي روح؟ مو روح الإنسان لا، روح الرسول الأعظم. يعني وش هي فاطمة؟ الروح جاءت بمعاني شتى في القرآن، الروح جاءت بمعنى جبرائيل، الروح جاءت الروح جاءت لا لا لا، الروح وهي أسمى وأعظم وأعلى وأفضل من الملائكة، وروح الرسول هي فاطمة. يعني أي عظمة؟ أي عظمة؟ نعم. بالتالي شنو تريد توصل؟ توصل إلى ويش؟ أوصل إلى ويش؟ أتعلم أن الروح وين مكانها؟ ما فهمت. أنا عندي ولد، الله يبعد عنا وعنكم السوء، وين ولدي؟ رحل عن هذه الدنيا. وين أمي؟ رحلت عن هذه الدنيا. وين صديقي؟ رحل عن هذه الدنيا. وين عزيزي؟ استشهد. زين وين هو؟ يعني خلاصه؟ لا 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 لا، أنت لأنك ما عندك شنه معرفة بعالم الروح، ما عندك أنت إيش؟ ما تسمع الآية؟ أي آية؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. متى يصير بصرك اليوم حديد؟ شوف هذا اللي انت تشوفه تقول رحل عن هذه الدنيا، شوفه مره واحده هذا يحتضر عيونه تنفتح. وش صاير؟ وش فيك؟ عيونه تنفتح.
وش قاعد يشوف؟ لا مو يشوفك أنت، يشوف انكشاف البصر. يقول أمير المؤمنين حرام، مضمون الرواية، حرام على أن إنسان يذهب من هذه الدنيا قبل أن يراني. يعني كلكم بتشوفوني وأنتم في عالم الدنيا، في أي متى إذا انكشف الغطاء عن بصرك ستراني حاضر. يعني في الدنيا سأراك إيه؟ ستراني كل شخص. نعم كل شخص. كيف؟ هناك من يراني وإيش؟ ويرى سطوتي. هذا ذاك الذي إيش؟ اللي يشوف أمير المؤمنين وكأنما شديد وتقول سيراني بشدتي وسطوتي، وهذا المؤمن سيرى مني ما يحلو له. يعني فاطمة الزهراء روحها تحلق أرواح. هناك عالم يسمونه عالم البرزخ. خلنا شوية نصير يا أمواتنا، خلنا شوية نصير يا أولادنا ويا أحبتنا، ونهدي ثواب ما قمنا به لأرواحهم. يا أحبة ترى ولدك وعزيزك ما راح، خلاص تمت الكلمة. شلون؟ لا يسمع ويرى في عالم البرزخ. شنو معنى عالم البرزخ؟ أن الروح تحلق، يسمونه عالم المثال. عالم المثال أي عالم؟ هو عالم بين الدنيا والآخرة. يشوف، فالروح لها القدرة على أن تجيك وتروح. تدري الآية وش تقول الآية؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني وش يقولون؟ إن البرزخ بحيث أن إيش؟ هذه الروح تحلق، تقدر تجي في الدنيا وتقدر شنو؟ تروح الآخرة. ولذلك يقولون أن الأموات لا حبيبي يجون ويسلمون ويتكلمون. الرسول ويش يقول حبيبي؟ الرسول ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكيا، يا أهلا يا ولدا، تعال يا ولدي، لا تقول أنا ميت وخلاص، لا تتركني، أنا أطلب من ماذا؟ يطلب ماذا؟ إما يجي طالب يقول أعطني على الصدقة، روح تصدق عن أبوك، روح تصدق عن، يقول أن الروح تحلق موجودة. عالم المثال هو عالم البرزخ بين حياة. إنزين هذا الإنسان العادي، كل روح. فاطمة كيف؟ هالعظمة كيف؟ لا تحلق. شلون يمكن أن تحلق فترى العالم؟ شلون؟ أي نعم، يقولون نموذج من نماذج عالم المثال الرؤية في الحلم. وانت نايم شوف عالم فين، شوف روحك في بلدان، تحلق من عالم إلى عالم. عجيب، أنا بدني هني، لا بدنك هني، ولكن عشت بروحك، حلقت في عالم ورحت وسلمت وأكلت وشربت. يعني الزهراء تراك يا حبيبي، نداؤك يا زهراء تسمع، استغاثتك بيا زهراء تسمع. الرسول يقول أنك بإمكانك، ترى يا حبيبي لا تقول بأن هذا الأمر إيش؟ الحوراء زينب في يوم المجزرة العاشورائية، وأن أمير المؤمنين نزل أنه من نسج الخيال. لا، هو يحلق. أن الزهراء سلام الله عليها أجابتها عندما نادت أمه،
لا كانت حاضرة. من يقول لك ما كانت حاضرة ومن نفس خيال الشعراء؟ لا، أمير المؤمنين يقول ستجدني حاضرا عندك قبل أن تموت، ستراني يوم ينكشف لك الغطاء وأنت في الدنيا. شايف شلون النبي يقول إليك أنا أبين إليك أنك إيش لولا الشياطين، أي شياطين؟ لولا الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. لكن أنت مغرب لأنك الشيطان فوضع لك الحجب، فما ترى إلا بهذه عين البصر، وإلا هناك عالم يحوم حولك. وعليه نقول يا حبيبي لا، الزهراء سلام الله عليها معنا حاضرة. صدقني أنت أيتها الأم وأنت أيها الأب، إذا استغثت بالزهراء وناديتها صدقني يا حبيبي، احنا لأن بس بالحواس المادية نتعامل، بالبعد المادي نتعامل، عشقنا المادة، وإلا فالزهراء من يقول لك ما ترد؟ من يقول لك نعم؟ لا حبيبي، استغاثتكم وطلبكم تنائش تلبي، سلام الله عليها. هذا أمر. ولذلك الأمر الثاني أشير وأختم، الأمر الثاني مهم لكن ما بقدر إني أنا أعطي فيه كامل الوقت. أنا قال لي 3 ساعة، قلت بخلص ويا النص، يعني 25 تقريبا دقيقة زايد قاصر، فتسمحون إلي بعد بقول لك شيء. اي نعم، بعرج الى شيء اخر. شنو؟ الشباب يقولون نبغى نتزوج، خذ من فاطمه وخذ من هذا الموضوع درس. شنو هذا الموضوع؟ وش في من درس لي؟ هناك علاقه بيني وبين الطرف الاخر، علاقه حسيه، وهناك علاقة بيني وبين الطرف الآخر علاقة روحية. عقد الزواج يقول ترى حقيقتي جوهري، مو علاقة حسية، علاقة جوهرية. الشيخ محمد جواد مغنية بقول لكم شيء، وايش بتقول لي؟ أقول لك شيء؟ يقول لي تدري شنو حقيقة عقد الزواج؟ شنو حقيقة عقد الزواج؟ والله واجد حلو تعريف، واجد حلو، لفتة لطيفة، البعد الروحي المعنوي نبغاه. تفضل. أما الزواج فهو مبادلة روح بروح، وعقده عقد رحمة ومودة، لا تملك للجسد بدل عن المال. ما فهمت حبيبي؟ أنت لما تصير العقد، هو العقد صاير بين جسد وجسد، لو روح ما فيك يصير لا لازم روح، لازم الروح موجودة. لذلك ينبغي عليك أن تنظر في الطرف الآخر بما إيش يناسب تنمية الروح، مو يقتل الروح. عنده فلوس فيصير الزواج زواج المصالح، ما تطلع فلوسي إلا إلى ابن عمي التاجر، مبادلة مصالح. عيب. يعني ايش؟ شنو اللي من شأن هذا الشخص وتلك الفتاة ان تكون لها ويكون لي انا كفتى قيمة؟ الروح. شلون؟ صديق يقولون شنو عنه؟ وايش يقولون؟ اخلاقه حلوة، زينة، متدين، مؤمن، و كم يحصل؟ ابتدى البعد الحسي لا يغطي عليك. إيش قد جمالها؟ مو معنات أن تنشنه أن تبتعد جملة، لا أقل بمستوى ما يريح القلب، ولا يطغي عليك البعد الحسي عن البعد الروحي. التفت
وعليه ينبغي على المؤمن وعلى المؤمنة، اليوم تتكلمين عن الجانب الروحي، على أن شوف أنسة أمير المؤمنين يقول ما عندي أنا ذاك المهار، لكن من؟ علي هذا الذي حلق في عشق الله. أنا ما عندي ذاك المهار، أنا ما عندي ذاك الإيش، أنا لكن أنت يا علي جاء أمر من الله، يعني أنت من عشاق الله، تعال يا علي. هذا أمر. بالإضافة إذا نظرت في علاقتي مع الفتاة الزوجة ونظرت الزوجة في علاقتها معي إلى البعد الروحي، ستكون الحياة سامية. أما إذا نظرت ونظر إلى البعد المادي، ستكون الحياة متدنية. شلون؟ صدقوني يا أخوة، لا أبالغ. طبعا في واحد شباب بعض الإخوة يقول لك أنا يعني منكب، أنا متأثر، لأن اليوم هذا اليوتيوب ما أدري إيش، هالنت وهالما أدري إيش وهالصور وهال وفي الشركة وفي، إلى أن هو ركنت الروح إلى مستوى من الجمال، وكأنما إيش يبغي بعد حور عين، خلاص ركنت. في واحد لا يقول لك أنا أبغي بمستوى يغنيني ومستوى المعقول، لكن هي شلون؟ صدقني يا حبيبي، تزوج شاب شارب شراب خمر، وشارب أو شراب الخمر صعب على أن إذا أدمن يبتعد عن الخمر، صدقني أعرفه. تزوج من امرأة لكن طيبة خلوقة، هو وسيم، تزوج من امرأة إيش كانت هذه الامرأة واقعا، خلني أجيبها باللهجتنا، سودة، لكن أنقذت والجميع تعجب كيف تغير إلى أن يكون من إيش طلاب الله. صدق، وين الله؟ وين مكان الله؟ وين العبادة؟ وين الذكر؟ في الصف الأول في صلاة الجماعة، إلى أن اختاره الله والكل يمدحه. شلون تغير؟ وش هي سوت فيه؟ ما أدري. يعني إيش؟ الجانب الروحي طغى. الجانب المادي إذا ركزت عليه تركز، ما أقول لا تفهموني غلط بأنه لا أبتعد جملة وتفصيلة، لكن يوم اللي موجودة بما يغنيك ولو بمستوى، لا تقعد حبيبي يوم ورا يوم تبحث وحدة ورا وحدة حتى. وأيضا كذلك الحال الفتاة، ومؤسف طولت، خلاص انتهى الوقت. على كل حال، أن المفترض نصف حين 35، أحببت أن أخذ الوقت همل أكثر، وأعرف روحي أنا يعطوني وقت يا الله، فما بالك بعد إذا ما يعطوني وقت، أعرف أنه بيصير نيام واجد. فالحمد لله، يعني لحد الآن ما في نيام إلا قلة. فبالتالي نسأل الله أن نوفق وإياكم لكل ما فيه الخير والصلاح. إلهي آمين يا رب العالمين. ولا تنسونا ولا تنسوا أخوتكم أحبتكم من دعائكم ومن صالح دعائكم، بالذات أنتون يا أولادي، اسمعوني آخر أنتون تعطوني وعد يا أولادي، إن الليلة تستغيثون بالزهراء. الزهرة إذا أنتون تقولون تسمعكم الليلة، ويمكن حتى بعد إذا الأخ هذا المؤمن الطيب العريف وبدعاء وتوجه إلى الصغار، ولولا أقل بقولكم آمين إذا دعوت ودعا المؤمنون، فنحن سنكون في خير. الليلة توعدوني بأن شنه تدعون إلى منه؟ إلى الشيخ. زين، وعد خلاص، صلوات.